في مدينة الغردقة تم تجهيز أكبر مائدة رحمن تسع حوالي 3000 شخص، تم تجهيزها بواسطة عشرات الشيفات اللي بيشرفوا على تجهيز وجبات الإفطار. تعالوا نشوف التقرير ده وأكبر مائدة رحمن في مدينة الغردقة. كنت هنا في مائدة الرحمن 11 سنة، ده ركن العائلات قدام منكم بيشيل أكتر من 1000 شخص، وبره في ركن تاني بيشيل حوالي 2000. بنعمل حساب أكتر من 3000 شخص كوجبات في الإفطار. نبدأ يومنا هنا من الساعة 6-7 الصبح، ما بين مطبخ وما بين جزار وما بين سلطات وما بين حلواني وما بين كل أقسام المطبخ بتشتغل المائدة هنا. الحمد لله، يعني مثلا على سبيل المثال النهارده مطلعين فراخ، رز بالشعريه، مطلعين لوبيا، كميات بتاعت فراخ مطلعين 750 فرخه، الرز مطلعين 400 كيلو رز، غير الكنافه مطلعين كنافه النهارده بكريمه حوالي فوق ال 3000 قطعه كنافه، مطلعين عندنا بنطلع بلح، نطلع عصير، نطلع ميه ساقعه، نطلع وجبه متكامله. عدد الناس المساهمه او اللي بتساعد غير المطبخ ما شاء الله اكتر من 50 واحد، كله متطوع هنا وكله بيشارك، كله ماشي هنا الحمد لله بحب وبفرحه وبسعاده. احنا بنشتغل حضرتك كل يوم يا اما لحمه يا اما فراخ مع نوع حلو او فاكهه يومين على الله، طبعا مع العصير مع الميه مع التمر مع كل حاجه اللي هي متاحه للضيف اللي تناسب رمضان والصيام. في حضرتك طبعا فريق استقبال للضيوف من اول حضرتك ما يبداوا يوصلوا عندنا من على الباب من بره، فريق الاستقبال ده بياخدهم يقعدهم لحد يوصلهم يقعدهم على الكراسي، وجبتهم ميتهم عصيرهم كل حاجتهم قدامهم لحد حضرتك ما ياكلوا، واحنا اهم حاجه يطلعوا مبسوطين من عندنا لحد يوم ما يعدي معانا. طبعا دي اكتر حاجه بتسعدنا انه اليوم يعدي بسلاسه وبسلام كده ان شاء الله. المائده هنا يعني مصممه ان هي ان شاء الله تشيل معانا 3000، من 3000 وممكن تقابل للزياده كمان. كل الناس هنا تقريبا بتجينا، الجست اللي عايشين في الغردقه بيعتبروها يعني زي خروجه جميله، فسحه حلوه. جست هنا الناس الالمان اللي عايشين، روس، اوكران، فيها مصريين وفيها اجانب. تمام. بالنسبه هنا للتجهيز، احنا تقريبا بنستخدم هنا يعني اعلى ماتيريال، يعني بنقدم تقريبا خدمه فندقيه، مش خدمه مائده الرحمن يعني. وبنرحب طبعا بكل الناس، ويعني يا رب نكون عند حسن ظنهم.